نبدأ بقى مع حضراتكم ونتكلم بداية كده عن الصراع الثلاثي الإفريقي بين صلاح والنني وأوباميانج طبعا بأداء الإنجليزي. النهاردة عندنا كوليكشن كده ومنافسة جميلة جدا، مباراة منتخب مصر والجابون طبعا في ختام تصفيات المجموعات الإفريقية، ومنتخبنا نقدر نقول حسم التأهل للماتش الفاصل اللي هيكون في مارس طبعا ذهاب وعودة لحسم الصعود للمونديال. الماتش النهاردة برضو خليني أقول لحضراتكم هيكون الساعة 3 عصرا في ملعب برج العرب، ده هيكون وسط 5000 مشجع. الحمد لله احنا اهو بنتكلم من في عودة للمشجعين وللجماهير بشكل اهو يعني بيتطور او تدريجي، وهي مباراه طبعا مهمه كمان معنويا يا كريم، يعني طبعا لو هنتكلم خاصه ان فيها ثلاث لاعبين يعني من الدوري الانجليزي زي ما احنا عارفين، ويعني عندك هنا ايه بقى، عندك محمد صلاح وعندك النني وعندك أوباميانج مهاجم منتخب طبعا الجابون. هنتكلم ان الصراع يا كريم هيبقى صراع قوي جدا، في منافسه كمان لو هنتكلم ما بين أوباميانج وصلاح، وبتكلم عن هداف هنا البريميوم ليج، ف منافسة اعتقد هتمتد اليوم رغم عدم تأهل الجابون، لكن التصفيات برضو بتاخد متصدر المجموعة زي ما بيتقال، فكل التوفيق ان شاء الله وهتبقى مباراة قوية. بس نتمنى ان احنا كمان نشوف مباراة يعني النتيجة بتاعتها جيدة بس الأداء جيد، يعني دي نقطة مهمة احنا افتقدنا ده في فترة ما، لكن احنا عايزين ده يعود مرة اخرى، لان احنا بنتكلم في منتخب مصر ياما لعب حلو، ياما شرفنا وياما اسعدنا، فهو ده اللي احنا فاكرينه وهو ده اللي احنا عايزينه في القادم ان شاء الله. المفترض ان في اللقاء النهارده ان شاء الله منتخبنا مش هيكون مضغوط، ولكن زي ما قالت نهاوند احنا مش مجرد عايزين نكتفي بالانتصار او بالفوز، لا احنا كمان عايزين نتفرج على كوره حلوه عشان حتى نرجع الثقه لاي حد متشكك، يعني اي حد شايف انه او عنده تحفظات فيما يتعلق بكيروش، فيما يتعلق بالهارموني ما بين اللعيبه وبعضها، ايا كان الناس دي من حقها تطمن، لان احنا في نهايه المطاف بنتكلم على منتخب مصر. ده اخر ماتش وهيكون على ملعبنا وفي وسط جماهيرنا، والجماهير عايزه تحتفل بالتاهل للماتش الفاصل اللي لسه ان شاء الله هيتلعب في شهر مارس القادم. بس كمان عايزين نضيف تفصيله صغيره وان كانت في منتهى الاهميه، في حاله البدء بالنني وأوباميانج اللي هما الاثنين زمايل في فريق واحد، كيروش هيخلي النني يلعب مان تو مان عليه لانه عارف كويس قوي كل تحركاته وكل مهاراته، وده جانب من جوانب حلاوه كره القدم يا حضرات، ان احنا عادي جدا ممكن نكون زمايل مع بعض في فريق واحد ولكن متنافسين مع منتخباتنا، وهلعب عليك ومش هخليك تعرف تعدي مني الى اخره. المهم ان احنا نتفرج على ماتش حلو في النهارده ان شاء الله، وطبعا كيروش لسه قدامه 4 شهور فتره مش قليله هيتخللهم البطوله العربيه وطبعا بطوله افريقيا قبل المباراه الفاصله ليحقق هدفه اللي هو اتكلم عنه واعلن عنه بشكل واضح جدا بان يعود منتخب مصر الافضل افريقيا قبل المباراه الفاصله. كلام جميل جدا جدا.